السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تحصل البطاقة الحمراء، الكرة بتعود الى بيلوتي، 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 سجل الاجمل، سجل الاجمل، سجل الاجمل بيلوتي، سجل الاروع بيلوتي، ناويها، ناويها من البداية، من البداية، من البداية. كاندريفا، كاندريفا، كاندريفا يا حبيبي يا كاندريفا، حبيبي يا كاندريفا، في التهديد الأول يسجل كاندريفا كعادته، كعادته، دائما ما يسجل في شباك روما. كاندريفا وهدف رقم 80 في التهديد الأول لسنة الريتم. كاندريفا كنترول ممتاز يا حبيبي يا كاندريفا، أو ماما ميا، أو ماما ميا يا كاندريفا، فانتاستيكو جول، فانتاستيكو جول. نتانا منقولة عرضية، عالي بالراس، عادوا، عادوا، عادوا مرة أخرى، وبيلوتي يعود، بيلوتي يعود ويعيد الأمور إلى نقطة البداية. القضايا كي تعود وتصبح أكبر قضية، أكبر قضية. الله، اليوفنتوس يستأنف الكفاح ويبلسم الجراح، لا ترحل يا كيزا فإن المجد هنا. اليوفنتوس وأسرع هدف في الدوري بيلعبها يا السلام. اليوفنتوس يتقدم بالثاني عن طريق السربي إفلاوفيتش، يسجل من نقطة الجزاء. اشرب اشرب قبل لا يحو. سلام يا تغنوا باليوفنتوس، امدحوا اليوفنتوس، غنوا لليوفنتوس. ما أروعك يا يوفي، ما أروعك يا سيد إيطاليا، ما أروعك. واحد ضد واحد، عدى وفات، لعب عرضية حلوة، 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 الله، الله، ولكن هناك تسلل، هناك تسلل وهدف ملغي، هناك تسلل وهدف ملغي، وهدف، وهدف لجيرونا، هدف لجيرونا. أعزائي المشاهدين، بعد مراجعة الفار تم احتساب الهدف لجيرونا، هدف أول لأصحاب الأرض، هدف أول يحرزه اللاعب يان خيريرا بعد عرضية متقنة، لعب عرضية حلوة، 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 حلوة. الله على ده هدف، الله على ده هدف، لسه في حلاوة كده، لسه في جمال كده. ايه الهدف الحلو ده، ايه الهدف الحلو ده. ودي كرة خطيرة، 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 وهدف ثالث، خطيرة، وهدف ثالث، هدف ثالث لجيرونا، هدف ثالث لجيرونا. خطأ قاتل من قبل حارس المرمى ديفيد سوريا، ديفيد سوريا، وهدف. بيدري، بيدري، غوندوغان، غوندوغان، بيدري، بيدري، أوه، جول، بيدري، غوندوغان، غوندوغان، بيدري، وبيدري في الجول، 1-0 في الدقيقة 83، لعبة ولا أروع من العمق، فكت العقدة في هذه اللحظات بعد تمريرة بينية رائعة. يا لوديسما، بعد 6 صدات جاء الجول. توريس، 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 وجول. فيران توريس يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 94 من عمر اللقاء، بعد كرة مرتدة وانفراد وتوغل من فيران توريس، يأتي الجول الثاني، هدفان مقابل 0. في البوكس، تصدي من الحارس، كرة بالشبكة، جول، 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 يسجل نيس، الحكم يكدرك الهدف لفريق نيس، كرة تجاوزت الخط النهائي للمرمى، هدف لصالح لوريون، نقاش مع الحكم، والتعادل، يسجل، يسجل فريق لوريون عن طريق توكوري، كرة
تم استخلاصها. لوريو يضرب لا يرحم. لوريو من كورة يسجلها، من كورة يعطلها، من كورة يرشع من خ... أمام براس في الجولة الأولى، كرة لتسديد، تسديد، جول جول ماتشادو، ماتشاد ماني جول. نعم بنجما بورجو وضعها في زاوية واتجه بالمقابل بريس سامبا إلى اليمين، وكرة بورجو إلى اليسار. لعب الكرة العرضية ممتازة، راسية، جول جول جوناثان ديفيد، جول جول من الكندي جوناثان ديفيد، يوقع على أول هدف في الموسم أخرى، والفرصة للثاني. ثنائية مينامينو وبنيدر لا تكتمل، مينامينو يعود من جديد ليضرب من بعيد، جول، هدف هائل من النجم الياباني الكبير مينامينو، يأتي بالجديد ويفرض الصمت على أنصار ستراسبور بينما يحيي المدرجات باحتفالات عشاق موناكو بصاروخية هائلة. يعود بكرة عميقة خطيرة جول، يفعل مجددا الياباني المتألق مينامينو، يخطف النجومية كاملة من كل رفاقه وزملائه في هذا اللقاء، ويلقى تحية كبرى على المدرجات من أجل الهدف الثالث. بنيدر يسجل، بنيدر، وسام بنيدر يعود لزيارة الشباك من جديد، وموناكو يقسو على الحارس سالس وعلى فريق ستراسبور في لقاء الجولة. أول أهداف المباراة، قد يكون أول أهداف، قد تكون الكرة هنا الرأسية، جول فعلها عمر كولاي. أوسكار، جول، الله يا أوسكار، الله، فعلها أوسكار بضربة في